تميزت الطريق التي سلكها يسوع إلى الجلجلة بلوحات معدنية وأرقام رومانية. يوجد الآن إلى جوارها منحوتات مليئة بالقوة والعاطفة تصف كل محطة من درب الصليب في القدس. تم افتتاح المنحوتات البرونزية الجديدة التي تمثل المراحل التسعة الأولى من آلام المسيح على طول طريق الآلام، وتهدف هذه المنحوتات بشكل أساسي إلى توفير المجال لملايين الحجاج الذين يسيرون على هذه الطريق بالعودة إلى تلك اللحظات قبل 2000 عام. كنت أحاول صنع بعض اللوحات الواقعية للغاية. حاولت أن أتعرف بشكل شخصي على الشخصيات وحركاتها وأن أستخدم تعبيرات الوجه كثيرا. كانت الفكرة أن أصبح متفرجا على هذه المشاهد منذ 2000 عام وأن أراها كما لو كنت مارا بشكل عشوائي. اعتقدت أنه سيكون من المناسب لأنه لم يكن هناك تلفزيون ولا صور فوتوغرافية في ذلك الوقت أن نصور ما يراه الناس دائما في خيالهم. لقد صورنا فقط ما كان يشاهده الشخص العادي. قام القاصد الرسولي الأسقف ليوبولدو جيريلي بإزاحة الستار عن المنحوتات الجديدة، وكانت العلاقة بين هذه الأعمال الفنية وروما قوية أيضا لأنها قبل وصولها إلى هنا حظيت ببركة البابا فرانسيس في الفاتيكان. إن القيام بمثل هذا العمل في القدس في هذه اللحظة يحمل معاني كبيرة. يمكن أن نشعر حقا اليوم بأن مسيحيي القدس لا يزالون موجودين. اليوم هو يوم خاص للجميع، يوم خاص لحراسة الأرض المقدسة، يوم خاص بالنسبة للمسيحيين المحليين في القدس، وهو يوم خاص لجميع حجاج العالم الذين سيأتون إلى القدس للسير على درب الصليب.